واو لازم تاخذ هذه الجولة السياحية. خرجنا من مأزق عالمي كورونا. رحلة اليوم هذا الأسبوع إلى بورتوريكو. سلام، هذا الفيو حق الأسانسير. وي 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 وي، عن اليسار افا بتوتر يا لما. هنا البحر وهنا المطار، احنا فندقنا ملاصق للمطار، مطارهم جميل مطل على البحر. Not yet. سان خوان هي عاصمة بورتوريكو وتنقسم إلى نصفين. نحن في النص الشرقي، إن شاء الله يوم تاني حنروح النص الغربي. فندقنا على البحر وجنب المطار، هي جزيرة صغيرة يعني كل شيء جنب المطار لأنها يعني هي كلها مطار. بوبو متحمس، جزء من الخطة قلنا نمشي للمطاعم عشان إيش؟ بوبو ينام في الطريق لأنه الأطفال يناموا في العربية لما تمشي يناموا، لكن واضح ما عنده أي خطة للنوم إنه ماخذ وضعية متحمسة. هذه العربية حقت بوبو عربية غير المعتادة، هذه العربية ميزتها إنها تطبق وتخش الطيارة. عادة العربيات ممنوع تخش الطيارة، هذه لا تطبق وتخش الطيارة. بوبو ما يبغى ينام، نمشي تقريبا 10 دقائق، ما عنده أي خطة للنوم. الحمد لله وصلنا، بوبو ما زال ثابت لا يفكر في النوم، ماخذ وضعية أبغى أشوف كل شيء. خطتنا أخفقت، بوبو حيعكنن عشان في الظهر إذا ما أخذ غفوة يعكني. نسأل الله السلامة. تمت المهمة بنجاح والآن جالس أمارس مهاراتي في التطعيس. بورتوريكو تعتبر دولة، ولاية، مدينة، تعتبر جزء من أمريكا، ما أعرف ولاية ولا مدينة بس جزء من أمريكا، لكن ما هي أمريكا، هي بورتوريكو. وهذه هي بورتوريكو. بوبو هناك نايم يا ويلي من ماما. نقدر نشوفه، شايفينه نايم بأمان، ممتاز، بأمان. لما رحنا البرازيل كان في حركة يسووها تعلمناها، كنت حموت فيها، انه ياخذوا يشوفوا الموجة ويسبحوا عكس الموجة، يعني كذا لما يجي الموجة يخش جوتها. طبعا الامواج هناك كانت اكبر، اوبا كانت الأمواج أكبر. فالآن حنسويها تاني لأن الأمواج أصغر، زي كده تيجي الموجة أفرض أقفز في وسطها. يا لهوي، أوكي الحين حأقفز في وسطها. واو واو دخل شيء في عيني. تروح ترجع الفندق تقول لهم ادوني انشفه، كيف يعرفوا انك انت من الفندق؟ واحد جاء من برا يروح يلبسوك واحده من هذه الاساور. اقدر اقول ان الفندق مناسب عائليا، يعني فيه اطفال وفيه اشياء للاطفال زي كذا، فهذا شيء جيد. جماعه يبغى بحر، فيه مسبح عام، مو مسبح عام قصدي، فيه مسبح خاص للفندق. نحن عشان خايفين من كورونا فلما قالت ما نسبح في المسبح حق الفندق لانه فيه اختلاط كثير مع الناس. Can I have two towels please? Thank you. هذا الأسانسير يودي للغرف، إذا ناس يبغوا ينزلوا من الغرفة مباشرة على المسبح، لكن إحنا عشان رحنا فطرنا أول مش عارف إيه، بعدين جينا من برا. تصميم الفندق جيد صراحة، أنا عاجبني. كان هنا يحفر لأجل أن يقوى علينا شمسية. Thank you very much. You're the man. بعد تشافي عيني اليسار من الإصابة نعود الملاعب من جديد. يقول لك إذا سقطت فاصعد وإذا غرقت فاغطس. هذا باريس.
الجبال. عند الجبال هذيك الحطة الأولى صراحة كنا مشغولين مع بوبو ما سمعنا ايش الرجال قال، بس شكله هذا برج مهم. بوبو يمارس السياحة، السياحة التاريخية. ستبت من زمان اطلع الدرج كذا. ستيب جاب بوبو. What a view. طبعا التصوير لا يعطي الحقيقة حقها. That's amazing. Easy on the steps. Good job. Yeah, look at you. One more. One more. Almost. Good job. قاعد يورينا المخلوقات الشجرية. إن شاء الله ما يطلع ياكلها بعدين. The X is the male that stay watching over them. That's not good. You see there, the elk, you saw it? We get through some of it, and then we just come down. هذه المجموعة حقتنا. ما عنده أدنى اهتمام. يسمع للمجموعة. أبو هنا. أوبا. Get up. Level. That was done when there was no heavy equipment, just by a pick, shovel, wheelbarrow. That was by an intense effort. ثقافتهم زي ثقافة كولومبيا، زي ثقافة كيوبا، يعني نفس المجتمع نفس المجتمع، لكنهم أمريكا. التعامل بالدولار، عندهم برجر كينج، كأنك في أمريكا بس ما أنت في أمريكا. ميزة هذا المكان إذا أنت عندك فيزا طالب، عندك فيزا عمل، عندك فيزا اللي هو لأمريكا، فخلاص يمديك تجي رحلة داخلية، يعني ما تعدي على جوازات وترجع تاني مرة على أمريكا عشان تمر على جوازات ويسبوك تاني مرة. لا كأنها رحلة داخلية. تسافر كأنك لو رحت من واشنطن لنيويورك رحت بورتوريكو. شوف الموية، شوف كيف مياه طبيعية. زي ما انتم شايفين المسار ضيق، ما يتحمل رايح جاي، وان واي فقط. Oh, look at that, Bubu. Look at the waterfall. الآن طريق النزلة. أيوة بوبو، أخبط الكاميرا. صراحة مشية ممتعة. على حظنا الجو جميل. بس بوبو زعلان. بوبو زعلان. سوف نتسلق هذه الجزئية. صراحة يعني هذه الجولة جولة جميلة جدا. بس يبغى لها لياقة. الحمد لله كل ايام السكواتينج جابت نتيجة. شايلين بوبو من غير تعب ولا مشقة. Good job بوبو. Good job فخود. Good job squatting. بوبو معكنين، لكن الحمد لله هذا المسار طلع مسموح فيه العربية، مو مسموح فيه يعني، بس انه العربية مناسبة. It's a little bit cold. Yeah. أبرد مليون مرة مما تخيلت. كل الشجاعة اللي عندي الآن ذهبت. هذه الجامعة حقتهم، حس جامعة جميلة. تخيل تداوم هناك، دوام جميل، تداوم على البحر.
تداوم وتروح البحر مشي. يقول البلد فاضية، يعني فاضية، ما مو إنه ما فيها أحد، بس أنت تقعد في نص الشارع وما حد يكلمك، ما هي زحمة. برضو هنا البلد على البحر، بس هذا زي الكورنيش، يعني ما أعتقد الناس عندهم يسبحوا، بس كذا تتمشى على البحر، منظر جميل. بوبو قاعد يتفرج البحر، بوبو ما شكله متحمس على البحر. الآن إحنا في مطعم شعبي نأكل أكل شعبي، حسين لنا كذا الآن صرنا شعبيين. أعتقد هو مطعم شعبي حق السياح. الأكل كان ممتاز جدا، ما أعرف بالضبط إيش أكل. أنا قلت له إيش أكثر شيء عندكم مشهور؟ قال لي ده، قلت له ما هو خنزير، قال لي ما هو خنزير، قلت له يلا بينا. كان رائع جدا، ممتاز، شكرا بورتوريكو. والله خرجنا من مأزق عالمي يا جماعة، لما نسافر وركبوا في جوالاتكم في أبل باي، إس تي سي باي، هلا لعيني لا، لكن أتأكد إنه عندكم باك أب تدفعوا بالجوالات. والله كنت متوتر، توت قاعد افكر كيف اشرح له، تقول دول نصابين، بعدين قلت خليني اكلم واحده، كان في جنبنا واحده في الطاوله، اقول لها اسمعي انا احول لك فلوس، هنا في خدمه حقت في امريكا في تحول فلوس في نفس اللحظه يصير، يعني احول لك فلوس وانت تدفع بطاقتك، بس قالت لي انه يدفع بالبطاقه، حطيت الجوال واشتغل، ارتحت نفسيا. هذا عصير بوبو. مطار بورتوريكو مزدحم جدا جدا، جلسنا في التفتيش نص ساعة، البوردنج دي الأشياء سهلة، بس التفتيش حق الناس نص ساعة، في كلب، في ضفدع، في كل شيء، يشموك، يشفطوك، يفتش. عقميني دائما في السفر لما تأخذ معاها معقم عشان نعقم نزل. لازم نكتشف ايش هو.